يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل استعراض الانجازات والنجاحات المصريه على مستوى العالم في رياضه المواي تاي. والحقيقه منورنا في الفقره دي حاله شديده الخصوصيه، احنا منورنا كابتن زكريا وليد وهو مدرب منتخب مصر للمواي تاي، ومنورنا كمان ابنه بطل العالم في المواي تاي وليد زكريا. وليد صباح الفل عليكم ومليون مبروك على الانجاز العالمي الرائع. اهلا بكم. صباح الفل على حضرتك، صباح الجمال على القناه كلها. صباح الجمال عليكم. وقبل ما نبدا بقى ونتكلم عن زكريا، لا هنتكلم عنك يا كابتن، لان مهم جدا ان احنا نبدا بالاصل الموضوع منين. واضح ان حضرتك بتلعب برضو، بس مش شرط مواي تاي، بس رياضي من زمان. ممكن نعرف عنك الاول يا كابتن؟ انا كنت لاعب منتخب مصر العاب تانية، يعني لعبت اكتر من لعبه، وكنت في المنتخب الوطني لكذا لعبه، وكنت قبل كده لاعب العاب قوه، والحمد لله يعني من سنه 89 وانا في المجال الرياضي، ويعني نعتبر لعبت جميع الفنون القتاليه اللي نزلت مصر. حلو جدا. الحمد لله. حلو جدا. وابتداء من اول ما اشهر الاتحاد المصري للمواي تاي، وانا معاهم من اول موسم. يعني لعبت كل الالعاب القتاليه دي بقى رسيت على المواي تاي بالذات. لعبه شامله ولعبه جميله مشبعه، فيها كل الرياضات، الدفاع عن النفس، او يعني بتشتغل بكل جسمك، ركل ولكم وكوع وركبه. لعبه شيقه جدا، هي مستقبل الفنون القتاليه في مصر. حلو. الايام اللي جايه المواي تاي هي يعني هي بستان الفنون القتاليه. حلو. ده كابتن وليد. جه زكريا بقى. العكس السمرة. ده كابتن زكريا وجه وليد. لا كابتن وليد وجه زكريا. يبقى انا اللي متلخبط. بس العمليه في بيتها يا فندم، ما روحناش. زكريا وليد، وليد زكريا. فكابتن وليد بقى زكريا خلاص اتولد، اكيد كان عندك ميشن ان هو لازم برضو يبقى في نفس التراك كده. انا بدات معاه من نهايتي. يعني انا شفت اخطائي انا في الحياه بتاعتي كلاعب، وبدات معاه بقى من الصح بتاعه. اللي انا ما عملتوش او اللي انا ما عرفتش نعمله مع نفسي وما وصلتش ليه، بداته معاه هو صح. بدات كل خطواتي بالورقه والقلم مع زكريا عشان يبقى بطل. وهو سنه كام بقى بدا مثلا في الرياضه؟ زكريا يعني الحمد لله من طفولته، يعني بقى له يعني هو عنده 14 سنه من المهد، يعني هو بيتمرن. هو شبهك على فكره جدا. ابني بقى. لا يعني في شبه من الام، اصل حضرتكوا شبه بعض جدا. احنا شبه كبير خالص بينا، حتى وبين والدته. أيوة شبه كتير. وانت بقى اخترت رياضه ولا كنت مجبر عليها ولا جت معاك ازاي؟ اخاك على بطل. قول بقى كل حاجه. بكامل ارادتك. بكامل ارادتي. زي الفل. وايه اللي شدك في الرياضه دي الى جانب طبعا فكره ان الوالد يعني بطل مدرب منتخب مصر في الرياضه؟ هل كان في يعني حاجات معينه، ولا فكره ان انت طول عمرك شايف ان الوالد بيلعب رياضات قتاليه فده شدك للحته دي عموما من الرياضات؟ لعبت موي تاي لعبه شيقه جدا، ممتعه خالص، وانا عن نفسي استريحت اللي انا نلعبها واللي انا اخشها. ولعبه شيقه جدا ما شاء الله. طيب بطوله العالم دي حاجه مش سهله، كون ان واحد يبقى الاول على العالم دي حاجه اكيد مش سهله. ايه ملابسات حصولك على المركز الاول ده ومشاركتك في البطوله دي مؤخرا؟ انا كان معايا الاول، بدات ان انا اتمرن من كده سنه 2020، دي تالت سنه ليا في لعبه المواي تاي. ما حصلت على المركز الاول، معايا تلات بطولات جمهوريه اول، وحصلت على بطولة افريقيا للاندية، حصل على المركز الاول فيها، وعسكرت في منتخب مصر مدة، والحمد لله بقى معايا بطولة عالم وحصلت على المركز الاول. جميل. فده كنت هدف كنت حاطه في دماغي وصريت عليه لحد اما الحمد لله ربنا كرمني بيه. حلو جدا. ده ما اثرش على فكره برضو، لان يعني كابتن اكيد وليد مش هيفرق بعد الدراسه. بس في حد تاني في البيت هيفرق، فالبالانس ده اكيد كان مش سهل برضو. والله احنا يعني عشان برضو نبين لك مدى الهدف ان احنا مصممين عليه وصعوبه الخيار بقى ان احنا اتحطين فيه، زكريا كان عنده ماده في الدور الثاني. معلش يعني ما هي على فكره بتاثر طبيعه الحال بتاثر. فسيبنا يعني الماده وفضلنا ان احنا نطلع ونحقق هدفنا، ويعني كدراسه لا انا عندي الرياضه رقم واحد، دراسه رقم اثنين. وطنت انا
ووالدته ما ترددتش، هي لا البطوله العالم اولا هي اكيد بتتفرج علينا وموافقين. الرياضه في حياتنا رقم واحد، عندنا هدف عايزين نوصل له من سنين بنشتغل عليه مش من النهارده، فمش هنيجي النهارده لاي سبب من الاسباب ونتخلى عن حلمنا. انا بتفق مع حضرتك، انا بتفق بصراحه، ولازم القائمين على برضو موضوع التعليم، وده بيحصل في الفتره دي في تسهيلات شويه يسهلوا، لان في الاول وفي الاخر ده بطل بيرفع اسم مصر. حاولنا والله ان احنا يعني نحاول نوفق وناجل الامتحان شويه او كده، ما بيحصلش ده. مش ممكن تقدم طلب؟ ما امكنش. كنت سامعه ان المفروض سياده الوزير تعاون وزير الشباب والرياضه والتعليم، كان المفروض ما امكنش. حاولت كتير. اوكي، لا احنا لازم نناشد بالموضوع ده، لان ده مهم. هو كبطل رياضي رايح عنده بطوله بيمثل مصر كمان. فبالتالي لازم يكون في بعض التسهيلات، في تجاوز او في تسهيلات لازم تحصل للابطال على الاقل يعني. اتفق مع حضرتك مليون في المية، ده لازم. ده فرصه، وهو اصلا هو في ثالثه اعدادي ازهري، فالموضوع صعب بالنسبه له كمان كدراسه. 21 ماده في ثالثه اعدادي، فالموضوع صعب. فانه هو يوفق يعني ما بين كده وما بين كده وحفظ قران وبتاع، فالموضوع صعب كتير علينا. التدريبات يعني فكره ان والدك هو مدرب المنتخب، اكيد دي ممكن تدي مساحه شيء من كلام من عينه، ما طبعا عشان والده هو يعني محسوبيه. هل ده بيخليك ان انت تلتزم زياده عن بقيه زمايلك اللي في المنتخب؟ هل مطلوب منك تعمل مجهود مضاعف عشان ما يبقاش في اي شبهه مجامله باي حال من الاحوال؟ لازم، ده كان لازم لنا نعمله عشان خاطر نوصل لحلمي، فكان لازم نتعب ونتعب عشان خاطر الهدف اللي انا كنت حاطه في دماغي. بس اتعرضت لده زكريا؟ يعني اتعرضت حد كان مثلا بيتهمك او بيقول لك اما انت عشان باباك مدرب المنتخب؟ يعني هل سمعت حاجات زي كده؟ كنت سامع. كنت بترد ازاي؟ انا وزمايلي، انا يعني زمايلي كانوا بيعاملوني بطل من قبل ما اكون بطل، ووالدي كان بيعاملني بطل من قبل ما اكون بطل برضه، ووالدتي. فانا اضطريت وحطيت هدف قدامي اللي انا نثبت لهم اللي انا بطل. طبعا اكيد، والحمد مهمه لله. مهمه مش سهله. عامل معاك ازاي في التدريبات؟ والوالد عامل معاك ازاي في التدريبات؟ والدي مش مقصر معايا في حاجه، من ناحيه كوالد، من ناحيه الاكل بيعاملني ببطل، من ناحيه كل حاجه، من ناحيه بقى التمرين وكده ككابتن مش مقصر معايا حاجه، ففني ومهاري. ما بيقساش زياده لما تخرج عندك عيد ميلاد عندك لا، حتى لو قاس عليا برضه عشان خاطر حلمي وهدفي. يا كابتن وليد، احنا متفقين على 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 وضع معين لازم نوصل له، حتى لما بنكس عليه هو بيبقى متفاهم. متفاهم ده، هو عارف انا عايز نوديه فين، لان احنا بنشرح الكلام بتاعنا وخطتنا السنويه، هنعمل كذا النهارده وبكره كذا وبكره كذا. لازم هو يكون متقبل الامر وعارف كل حاجه ليها ثمن وليها تضحيه. انا متفق معاك جدا. طب طبعاً لو حصل ان انا ما اعرفش هل ده ممكن ولا لا، بس لو حصل في عقد احتراف جه او فرصه للاحتراف، ممكن تودي زكريا؟ ممكن جدا. بس وده وارد؟ طيب، اصلا من خلال الاتحاد ان احنا عندنا لوائح وقوانين احنا مرتبطين بيها. كويس. كويس. احنا هدفنا الاول نجاح اتحادنا، هو ده بيتنا الكبير. لو كان جه في بدايه يعني دخوله عالم الرياضه وقال لك انا مش حابب المواي تاي، انا عايز العب رياضه ثانيه، ما انا لعبته وهو صغير العاب قوه وجمباز وكلام زي كده على اساس ان هو يبقى بنيه كويس، خامه كويسه. لما كبر بدات ان انا اتواصل معاه، فكره رايح فين، هو عاوز ايه، لقيته حابب فكره رايح فين، هو حابب يجلدني. فهو الموضوع بدا معاه ان هو يعني حابب والده وشايفه قدوه وشايف مهارته كويسه وبيأدي كويس، فانا عايز نبقى زي بابا. لما كبر شويه بدا بقى ان هو يسال ويعرف اللعبه دي ايه ووضعها ايه وحبيبها، فدخلها على اقتناع. حلو جدا. طب في ولاد تانيين لحضرتك؟ عندك ابناء تانيين؟ عندي جمانه تاني عالم. بس لا لا، ده كتير. ده ايه العيله العالميه دي؟ العيله كلها ما شاء الله. طب والله لطيف منكم ان انتوا قاعدين معايا اثنين محليين زي حالتنا. ده تواضع دولي اعلامي بس انتوا دوليين. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. جمانه برضه معاي تاي؟ جمانة مواليد 2009، تاني عالم، لعبت مع بطلة روسيا ثلاث سنين متواصل، بطلة العالم ثلاث سنين، وطبعا أول مشاركة ليها. الحمد لله عملت ماتش قوي جدا وثلاث جولات بكل رجولة يعني، بس الحمد لله ربنا ما وفقهاش يعني مركز تاني، ودي أول مشاركة. حلو يعني، أول مشاركة ومركز تاني الأداء. يعني عايز إيه تاني يا كابتن وليد؟ أنا بنشكرها على الأداء بصراحة يعني. طبعا سنها صغير وطبعا فرق الخبرة، فرق خبرة دولية، فالحمد لله. هما جمانة وزكريا. وعند خالد وقالين ونورسين ثالث عالم برضه معانا. يعني خمسه؟ ست
ستة ما شاء الله، بس لسه الصغيرين دول بقى لسه صغيرين ان شاء الله. طب عند مرسين بطل الجمهوريه سنتين موي تايبر. ده حضرتك عندك منتخب على الدايره. ان شاء الله. ما شاء الله. انتوا مشرفين الرياضه دي جدا. الله يحفظك ويبارك فيك. احنا اسره رياضيه، الام اصلا بطله يعني، يعني واخدها يعني هي طول عمرها في الرياضه ومدربه لياقه بدنيه. هي اسرتنا كده كلها يعني. حلو بزمين. جدا. طب هل احنا ممكن نشارك في الاولمبياد بقى في فتره ما؟ احنا بنشتغل على كده من 2020. احنا بنشتغل على كده. احنا كمان بنركز يعني، عندنا خطه الاتحاد الرئيس محمد ابراهيم مركز على حته 28 دي من البراعم والناشئين اللي هم شغالين دلوقتي. بنشتغل عليهم خبرات محليه ودوليه عشان ان شاء الله من هنا ل 28 نكون جاهز، عندنا منتخب قوي ينافس ونعرف نحقق دولي. هايل. يبقى لنا اسم. مهم ده، مهم ده جدا. فاحنا لحد دلوقتي ان شاء الله شغالين كويس خالص، افريقيا محققين، واخدين تاني افريقيا كمنتخب، عالم ان شاء الله الحمد لله شاركنا بثمان افراد، حققنا 7 ميداليات. واو ما شاء الله. احنا كده بنعمل انجاز في وقت ضيق. طب احنا فين يعني؟ طبعا اكيد بسم الله ما شاء الله اوائل عالم في المنتخب. الحمد لله. بس هل ده بالضروره معناه ان احنا متسيدين الموقف في الرياضه دي، ولا برضو في منافسه مع دول بعينها يعني معروفه بان هي قويه في الرياضه؟ جدا جدا جدا. انت عندك روسيا وكازاخستان وعندك تايلاند، كل الرياضات القتاليه واخدينها من بابها يا جماعه دول. احنا بص، احنا الشعب المصري عموما يعني الـ 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 الشكل بتاعه قتالي اكتر. يعني احنا ممكن الكره يعني ضعاف فيها شويه، ممكن الطايره، ممكن بقيه الالعاب، بس انت في القتالي قوي جدا. يعني احنا لو اهتمينا بالحته دي، الخامات بتاعتنا كمصريين، احنا هنسيد العالم. احنا هنرتب يعني بفضل الله ترتيب اول تاني على مستوى العالم في كل الالعاب القتاليه. جيناتنا كده. احنا بطبعنا كلنا يا فندم زي ما حضرتك شايف. لا لا لا، مش كل في استثناءات يا فندم، ارجوك سيب مساحه للاستثناء. ده منظر قتالي يعني، يرجع منظر الكلام اول عالم انت يديك. هو في ناس بتدخل تتضرب وفي ناس بتضرب. ايوه، مش كل حاجه بتضرب صحيح. فاحنا لو شويه اهتمام وشويه دعم مادي هتلاقي مصر في حته ثانيه خالص. دعم مادي، اتكلمنا عن النقطه دي ونحط تحتها 100 شرط. طيب ايه بقى المشكله؟ يعني هل هنا بنتكلم بمنتهى الصراحه عشان الكلام يوصل للساده المسؤولين، لازم نعالج لو في مشكله لازم نعالجها، لان في الاخر مصلحتنا كلنا. الدعم المادي من الاتحاد غير كافي. لا لا، اصل الاتحاد ده حديث المهد، يعني الاتحاد بقاله سنتين ودي الموسم الثالث، ما عندوش خزنه يعني، لسه موارده ضعيفه. مفيش موارد اصلا، لسه موارده ضعيفه. احنا لسه بنأسس قواعد تانية للرياضات موجوده في مصر قبل كده بسنين طويله، وبرضه بتشتكي من قله الامكانيات او قله الدعم. لما يبقى انا عمري في المجال الرياضي 10 سنين غير لما يبقى عمري سنتين. 10 سنين شغلت بطولاتك وشغلت مواردك وعملت قاعده قويه. يعني انت عندك لغايه وقت قريب كان في ابطال مصريين ويعتبروا من ابطال العالم في كمال الاجسام بصفه خاصه، وكان معظمهم بيشتكي من قله الموارد، علما بان حضرتك عارف كويس ان الرياضه دي بند التغذيه بس بتاعها محتاج يعني ميزانيه قد ايه. بفلوس. هي كمال الاجسام طبعا ده لها وضع لوحدها خالص، وعايزه سبونسر، كل لاعب عايز سبونسر لوحده. انما احنا بنتكلم مثلا على منتخب زي منتخبنا مثلا، او كاراتيه او كيك بوكس، او يعني اي العاب من الالعاب الفرديه، دعمها برضو مش زي الالعاب اللي هي كمال الاجسام. يعني انت مثلا احنا النهارده كنا مقدمين مثلا 46 لاعب يطلع يشارك، اقل دوله مشاركه بره مشاركه ب 40 لاعب. انت بتتكلم في 4 مراحل سنيه، براعم وناشئين الف وناشئين ب وشباب. لما نطلع ب7 لاعبين او ب8 لاعبين بس، احنا كده اقل حد مشارك. فليه ما نديش فرصه اكتر لاولادنا ان هم يطلعوا ويشاركوا دوله ويكتسبوا الخبرات الدوليه؟ ما هو ده برضه بيبقى يعني قله امكانيات يعني من يعني للاتحاد، ما عندناش دعم من الوزاره. احنا عايزين الدعم ده يزيد شويه عشان نقدر نشارك باكبر عدد. انا بتفق مع حضرتك، ان انتوا كمان هتحتاجوا معسكرات وغيره، يعني ده امر طبيعي. لما نعسكر معسكر مفتوح مثلا شهر 4 5 تمرينات، ونعسكر مغلق 7 8 ايام، مفيش معسكر في العالم بيتعمل 7 8 ايام. صح. بس ده عشان ضعف الامكانيات برضه. انا لو عندي امكانيات كويسه والوزاره بتدعمني كويس، انا هنبقى في حته تانية خالص. طب تعالى بقى نروح حته تانية فعلا، وناخد على التليفون لان زوجة حضرتك معانا على التليفون. الله. يعني زوجة كابتن وليد زكريا معانا، والد طبعا زكريا معانا على التليفون. صباح الخير يا فندم. صباح
كل حبيبتي. اهلا بيكي والف مبروك بجد، انت بتربي ابطال ومتزوجه من بطل، وحضرتك كنت برضو رياضيه كبيره، فعيله محترمه وعيله جميله، واكيد تاسيسها صعب. اكيد حضرتك انك توازني ده او تعملي ده مع كابتن وليد، اكيد في حاجات بتدفع، في ثمن، في تعب، في جهد، خلينا نسمع منك برضو. لا والله بصي، الحمد لله ربنا مقوينا الحمد لله، انه يستاهل كل خير، وهو تعب والكل مجتهد نصيب، وربنا يا رب يوفقه كمان وكمان، وفعلا هم تعبوا والحمد لله ربنا رضاهم. حلو جدا، بس الدعم دايما برضو الاساس بتاعه في البيت، فلسه كنا بنتكلم في النقطه دي مع كابتن وليد، واكيد برضو فكره الضغط والتوازن ما بين الدراسه وما بين الرياضه اكيد برضو فيها ارهاق كبير جدا على حضرتك وعليهم، يعني ارهاق كل حاجه، بس الحمد لله لازم في توازن ما بين كل حاجه، لازم ندعم نفسي والحمد لله. حلو جدا. طب احنا ممكن نكلم جمانة كمان لو موجوده مع حضرتك؟ طبعا جمانة. جمانة السلام عليكم. ازيك يا جمانة؟ صباح النور. حضرتك انا سمعت من كابتن وليد ان انت بطله برضو، بنتكلم عن مواليد 2009 في المواي تاي، وحاجه اعتقد محترمه انت، بس لسه دي البدايه، انت عندك شوط كبير جدا وحاجات كتيره جدا هتحققيها، ايه اللي نفسك تحققيه دلوقتي بقى قدام باباكي وقدامنا كلنا تقوليه لنا؟ انا لعبت بطل روسيا في بطوله العالم، خدت معاه مركز. هو الصوت مش واضح، يا اما هي بقى مكسوفه تتكلم، حاجه من الاثنين. طب عايزه تكلمي يا كابتن وليد؟ ممكن تكلمها كابتن وليد عادي لو عايز. زي بنتك يا كابتن، مش حد غريب يعني. جمانه. ايوه. انت حابه تكوني ايه السنه الجايه؟ حابه تطلعي معايا بطوله العالم ان شاء الله السنه الجايه، وحابه تحججي، ولا انت راضيه بالمركز الثاني؟ ان شاء الله السنه الجايه نطلع نحقق مركز اول. ان شاء الله حبيبي، خلاص ده وعد منك قدامنا كلنا اهو، السنه الجايه ان شاء الله نشوف عالم وارفع علم باذن الله يا حبيبي، اهم حاجه ترفعي العالم دي. شكرا يعني جدا. عاده الاب لما بياخد بنته الصغيره بياخدها الملاهي يوديها المراجيح، انت طالع بيها بطوله عالم. عندنا القتال هو الملاهي، هو الناحيه القتاليه عندنا دي اهم حاجه. ربنا يبارك لك ولادك يا رب وتشوفهم احسن الناس. الله يبارك فيك ويديك صحة. نورتونا كابتن وليد وكابتن زكريا بجد، وبنشكر طبعا مدام كابتن وليد وجمانة على المداخله الجميله دي، ونشوفكم ان شاء الله بانجاز اجدد. والنقطه اللي حضرتك ختمت بيها نتمنى يكون فيها متابعه، لانها نقطه ثاني هنرجع نقول دول ابطال بيرفعوا اسم مصر، فيا ريت يكون في الدعم والامكانيات اللازمه علشان بعد كده ما نجيش نقول هو احنا ليه ما بنحصدش بطولات، عشان الامكانيات بتكون مش مساعده، فنتمنى ده ان شاء الله. نتمنى الدعم في الحته ديت، عشان خاطر احنا بنزعل لما يبقى بطل في مصر وبطل دولي عندنا واحنا صنعناه وبقاله سنين بيحجج عندنا، ونزعل لما يطلع مثلا قطر ولا 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 اي دوله ثانيه احترف ويتجنس بالجنسيه بتاعتها. احنا بنهمل وناس ثانيه بتحصد، احنا بنزرع وناس ثانيه بتحصد. وده نتيجه اهمالنا مش نتيجه ان احنا زرعنا، فاحنا مش عايزين نغلط الغلطات اللي الاتحاد الثانيه غلطها، عايزين ندعم الناس، ويعني الناس تبص لنا ببصه اهتمام اكتر من كده. كويس. دعمنا يزيد عن كده عشان نقدر نعمل قاعده كويسه وننافس منافسه محترمه تليق بمصر كاسم وقامه في بين الدول. كلام ان شاء الله يحصل، ويحصل في القريب العاجل باذن الله. نورتونا وكلمه شرفتونا بقى هنا في محلها فعلا، انتوا فعلا شرفتونا، وان شاء الله لما نلتقي المره الجايه باذن الرحمن يكون عندنا مزيد من الانجازات نتكلم عنها. شكرا لكم وشكرا للقناه المحترمه. شكرا. وانا سعيد جدا بلقائي معاكم النهارده. واحنا كمان يا فندم. الله يحفظك. هنروح فاصل ونرجع عشان نتكلم بقى عن رياضه البلياردو، زي ما كنت بقول لحضراتكم برضو من الرياضات اللي يمكن مش واخده الاهتمام الكبير سواء شعبيا او حتى اعلاميا، بس بما ان هم جم معانا في قناه الاهلي يبقى خلاص بقى هنسكيب النقطه الاعلاميه. فاصل ونرجع نكمل.